نعم، فرغنا من مسائل الوصية، والذي يلي باب الفرائض. نعم، باب الفرائض. بالنسبة إلى باب الفرائض، ينبغي أن يجيد الطالب علم الحساب، والذي يجيب علم الحساب يسهل عنده مسائل الفرائض. يعني لعلم الحساب دخل في هذا الباب. باب الفرائض، ما معنى الفرائض؟ ما معنى الباب؟ أي مسائل قسمة المواريث. مسائل قسمة المواريث، نعم. الباب لبيان المسائل. فإذا باب الفرائض ثم التفسير، أي مسائل. كيف يقرأ هذا؟ هذا مجرورا، باب مسائل. الباب في الكتب يعقد لبيان المسائل، لذلك المسائل يعني مقدرة في كل باب. إذن باب مسائل قسمة الميراث، قسمة المواريث. نعم، المواريث تفسير للفرائض، يعني القسمة هو مقدر. نعم، إذن هناك تقديران، تقدير عام معلوم في جميع الأبواب، هذه كلمة المسائل، أما قسمة هو يعني تقدير في هذا الباب فقط. المواريث، المواريث ما هو؟ جمع ميراث، ميراث يعني مكان الإرث، مكان الإرث تركة الميت، تركة الميت. فإذا في باب الفرائض، الفرائض بمعنى المواريث. هنا فيما بعد يذكر للفرائض معنى آخر، وليس ذاك يعني صحيحا يعني في هذا الباب، باب الفرائض لا يتم هنا. وهنا أراد بالفرائض المواريث، مواريث يعني التركة. إذن هنا الفرائض بمعنى التركة، سواء كان يعني نصيبا مقدرا او ما يعني يؤخذ بالتعصيب، يعني بالاستغراق بالتحديد وبدون التحديد. نعم، جم فريضة، هذا اصلا يبين معنى الفرائض اصلا. جم فريضة بمعنى مفروضة، وزن فعيلة، وزن فعيلة إما تكون بمعنى الفاعلة أو المفعولة، هنا بمعنى المفعولة. ما معنى الفرض؟ فهذه هي الفريضة أو المفروضة، مشتقة من أي فرض؟ فرض له معاني كثيرة، فرض يعني الإيجاب، الإيجاب والإجبار من معاني الفرض، لكن ليس ذاك هنا، بل هنا الفرض لغة التقدير. فإذا الفريضة المفروضة يعني المقدرة، مقدرة أيا كان. وشرعا، شرعا هنا يعني في باب الفرائض، نصيب مقدر للوارث كما سيأتي، الفروض كما سيأتي، الفروض في كتاب الله ثلثاني لاثنين، هكذا ثلثاني، ثلث، نصف، ربع، ثمن، هكذا سيأتي الفروض. فإذا هناك معنى الفرض نعم، نصيب مقدر للوارث. أما في يعني في باب الفرائض في الترجمة ليس معناه هذا، نصيب مقدر فقط. لماذا؟ أليس في الباب مسائل الأنصباء المقدرة فقط؟ هناك يعني الابن أو ابن الابن أو يعني ابن الأم أو الأخ، وهؤلاء ليس نصيبهم مقدرا ومفروضا، بل هم يأخذون تركة الميت بالتعصيب بالاستغراق. لذلك لو ذكرنا هذا المعنى في الترجمة يكون يعني لا يشمل جميع المسائل. نعم،
بل يكون ضيقا. لذلك هناك الفرائض معناه هو المواريث، وهذا معنى آخر للفرض للفريضة. نعم، نصيب مقدر للوارث. ثم يبين من الوارث من الرجال والنساء، وهو يعني بالنسبة إلى الميت أقرباؤه قسمان، يعني الورثة ذو الأرحام، فكذلك يعني الورثة وذو الأرحام، هكذا بعض الأقرباء وارثون وبعض الأقرباء ذو الأرحام. وهنا يبين أولا الوارث من الرجال، وهو من الرجال عشرة، عشرة من الرجال يرثون، هذا يرثون في الجملة، وارثون في الجملة، يعني لا يرث هؤلاء العشرة في جميع الحالات، بل في الجملة يرث هذا فقط. لماذا يذكر ابن وابنه؟ لو كان للميت ابن وابنه فالابن هو الوارث، ابن الابن يكون محجوبا. لو لم يكن للميت احد من الابناء فابنه يرثه، ممكن يكون هناك قيود اخرى. فاذا معنى كون هؤلاء العشرة وارثين معناه وارثون في الجملة فقط، ليس في جميع الحالات. في بعض الأحيان يكون بعضهم يعني محجوبا محجوبا، هذا لازم. ابن عشرة ابن وابنه، ثم وأب وأبوه، وأخ مطلقا وابنه إلا من الأم، وعم وابنه إلا للأم، وزوج وذو ولاء، هكذا عشرة. ثم هنا في باب الفرائض عندما يعبرون بالولد، ولد يشمل يعني الابن والبنت، فإذا لو أرادوا الأبناء فقط يعبرون بالابن، لو أرادوا الذكور فقط يعبرون بالابن، لو أرادوا الإناث فقط يعبرون بالبنت، لو أرادوا الجنسين يعني الذكور والإناث يعبرون بالولد. نعم. ما الزوج والزوجة في باب الفرائض يعبرون يعني بالفرق بالتاء وبدون التاء، أما في اللغة يتميز بالمضاف إليه، يعني يقال زوج عمرين، زوج عمرين، هذا عمر ذكر، لذلك زوج يراد به المرأة. لو قال زوج فاطمة هذا زوج يعني ذكر، هكذا في الإضافة، أو زوجه زوجها بدون التاء يعرف في يعني في اللغة بالقرينة، أما هنا هم يفرقون بالتاء. ابن وابنه يعني وإن سفل ابن ابنه ابن ابنه هكذا، ثم أب وأبوه هكذا. نعم، وإن على جده جد جده هكذا يذهب. وأخ مطلقا، أخ يعني أخ مطلقا معناه أخ لأبوين أو أخ لأب أو أخ لأم، هذا معناه. فإذا هناك يعني ثلاثة، أخ لأبوين أخ لأب أخ لأم. ثم ابنه ابن الأخ إلا من الأم، فإذا هذا قوله إلا من الأم أخرج ابن الأخ من الأم، فإذا هذا ابن الأخ للأبوين، ابن الأخ للأبي، كلاهما داخلان. ثم ابن الأخ من الأم ليس من الوارثين الذكور، ابن الأخ من الأم، الأخ من الأم، ابنه أليس، بل هو من ذوي الأرحام كما سيد. نعم، فإذا الأخ هناك مراتب ثلاثة، في ابن الأخ مرتبتان فقط، ابن الأخ من الأبوين ومن الأب. ثم وعم وابنه إلا للأم، هذا قوله إلا للأم لا يرجع إلى ابن الأم فقط، بل يرجع إلى العم أيضا،
بخلاف اللخ السابق. هناك عندما ذكر اللخ ذكر مطلقا، ثم قال ابنه ابن اللخ الا من الامي، فاذا الا من الامي يرجع الى الابن فقط. وهنا وعم وابنه الا من الا للامي، فاذا هذا الا للامي يرجع الى الامي وابنه. فاذا عم ليس مطلقا بل عم للميت لابويه او لابيه فقط. نعم. فاذا هذا عم وابنه الا من الا للام. ثم وزوجه الذكر. ثم وذو ولاء، ذو ولاء يعني معتق. ثم معتقه هكذا. وذو ولاء ايضا يتعدد، اما معتق ثم معتقه ثم معتقه هكذا. ومن النساء سبع، من الرجال عشرة، ومن النساء سبع، بنت وبنت ابن، بنت ابن فقط، اما بنت البنت ليس من الوارثين. ثم وام وجدة، جدة سيأتي التفصيل فيها نعم. من الجهتين بشرط إدلائها بوارث، نعم قربها من الميت بوارث. جدة من الجهتين يعني أم الأم وكذلك أم الأبي كلاهما. ثم وأخت، أخت للميت، وزوجة، زوجة للميت، وذات ولاء، ذات ولاء يعني المعتقة، هذه سبعة. ولو فقد الورثة كلهم، يعني الميت فقد الورثة، ليس للميت أحد من الوارثين، فهؤلاء العشرة وهذه السبعة، ليس أحد منهم حيا عند موت هذا الميت. فأصل المذهب أنه لا يورث ذو الأرحام، يعني ثم هناك خلاف، هل يورث ذو الأرحام لو فقد أو لا يورث ذو الأرحام؟ فأصل المذهب أنه لا يورث. أصل المذهب معناه الثابت في المذهب، المستقر في المذهب. هذا لماذا قال أصل المذهب؟ هذا هو الراجح. لكن لو لم هذا المال يكون لبيت المال، فلو لم ينتظم بيت المال صلاحا فيرث ذو الأرحام كما سيأتي. لذلك قال هنا، عبر هنا بأصل المذهب، نعم اعتبارا بهذا انه لا يورث ذو الارحام. من هم ذو الارحام؟ سياتي البيان. نعم. ولا يرد على اهل الفرض فيما اذا وجد بعضهم، يعني لو وجد بعض الورثه يبقى مال، مثلا ليس للميت اهل من اهل احد من اهل العصبه، بل بنت واحدة فقط، وهذه البنت تأخذ ثلث التركة وثلثان باقيان، أو يكون للميت بنتان أو ثلاث من البنات أو خمسة من البنات، فهذه البنات يأخذن نصف التركة فقط والنصف باقي. فإذا هذا الباقي هل يرد على هذه البنات أو لا يرد؟ لا يرد، هذا هو أصل المذهب. أنه لا يورث وأنه لا يرد، هذا لا يرد عطف على قوله لا يورث. لو فقد كلهم لا يورث ذو الأرحام، ثم لو وجد بعضهم لا يرد على أهل الفرض، الباقي لا يرد على أهل الفرض فيما وجد إذا وجد بعض، بل المال لبيت المال، المال يعني كله أو بعضه. نعم. ثم إن لم ينتظم بيت المال رد ما فضل عنهم عليهم غير الزوجين بنسبة الفروض. نعم. لو لم ينتظم بيت المال، لماذا لا ينتظم؟
إما ليس في البلد بيت المال أصلا، حاكم موجود، الحاكم هو لم أن ينظم بيت المال، أو الحاكم فاسق فاجر ظالم، لذلك لا يعمل بأموال بيت المال عمل صلاح بل هو يظلم. في هذه الحالات ماذا يفعل بتركة هذا الميت؟ فذو الأرحام يرثون، رد ما فضل عنهم عليهم غير الزوجين. فهذا متى؟ لو وجد بعض أصحاب الفروض يرد عليهم الباقي، لو لم يوجد أحد منهم فيرث ذو الأرحام. ثم ذو الأرحام، ثم يعني ثم يرث ذو الأرحام. من هم ذو الأرحام؟ وهم ثم يعني لو لم يوجد أحد منهم يرد على ذوي الأرحام، هذا معنى قوله ثم ذوي الأرحام. مجرور معطوف على ما؟ على ضمير مجرور في قوله عليهم، ثم يرد على ذوي الأرحام لو لم يوجد أحد من الورثة. من هم ذوي الأرحام؟ وهم 11، ذوي الأرحام 11. من هم؟ ولد بنت، ولد بنت، في الولد دخل الابن والبنت، فإذا ابن البنت بنت البنت كلاهما. ثم أخت، ولد أخت، أخت من الورثة، البنت أيضا من الورثة ليس من ذوي الأرحام، أما ولد البنت فولد الأخت، ولد الأخت يعني الابن والبنت داخلان، ابن الأخت بنت الأخت. ثم وبنت أخ وعم، وعم لأم، بنت أخ. أما ابن الأخ فهو من الورثة، بنت الأخ من ذوي الأرحام، كذلك بنت عم أيضا من ذوي الأرحام. ثم عم لأم، عم لأم، عم لأم ليس من الورثة كما سبق، وهو داخل في ذوي الأرحام. أما ابن عم لأم، ابن عم لأم ليس من الورثة ولا من ذوي الأرحام. نعم. ثم وخال، وخالة وعمة. نعم. عم لأم. نعم. وعم، ثم وعم لأم. نعم. 11 يعني الأول ولد بنت، الثاني ولد أخت، الثالث بنت أخ، الرابع بنت عم، الخامس عم لأمي. نعم. السادس خال، السابع خالة، الثامن عمة، التاسع أبو أم، العاشر أم أبي أم، 11 ولد أخ لأم. تمام. نعم. خال خالة ثم عمة، ثم خال خالة عمة، يعني مطلقا خال لأبوين، خال لأبين، خال لأمين، هكذا. ثم خالة أيضا هكذا، عمة أيضا هكذا، في المراتب الثلاثة مطلق. ثم وأبو أم، وأبو أم يعني أبو الأب هو من الأجداد الوارثين، أما أبو أم هو ذو الأرحام، وأم أبي أم. الجدة ذكرت يعني هناك جدة يعني أم أم أو أم أبي، أما أم أبي أم هو أيضا من الجدة لغة، لكن هي من ذوي الأرحام، أم أبي أم. ثم وولد أخ لأم، ولد أخ لأم.
أخل لأمه من الوارثين، لكن ابن أخل لأم، بنت أخل لأم، ليس من الوارثين، بل من ذوي الأرحام. ثم بعده يبين الفروض، الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، ثلثان ونصف وربع وثمن وثلث وسدس. الفروض المقدرة في كتاب الله، سبق أن بينا معنى الفرض. فرض يعني نصيب مقدر. فإذا لو ذكرنا ذلك المعنى هنا يكون مصير العبارة الفروض المقدرة أو الأنصباء المقدرة المقدرة في كتاب الله، هكذا يأتي، هكذا شبهة من بعد الشرع. لكن هذا لا يأتي، يعني المقدرة صفة كاشفة. لماذا؟ الفرض في الفقه هو مشهور بمعنى آخر، الفرض بمعنى الواجب في مقابلة الشرط أو السنة، هكذا الفرض بمعنى الركن في مقابلة الشرط، أو الفرض بمعنى الواجب في مقابلة السنة. لذلك يعني أتى بصفة كاشفة فلا بس. نعم، في كتاب الله ستة، يعني الانطباع المقدرة في كتاب الله ستة، ثلثان نصف ربع ثمن ثلث سدس. هل هناك يعني فروض مقدرة في غير كتاب الله، يعني في السنة أو الإجماع أو القياس؟ لا، بل هذه هي. نعم. ثم لماذا قال في كتاب الله؟ هذا تصريحا بأن هذه الفروض منصوصة في كتاب الله بسبب الاهتمام بها، لزيادة الاهتمام ذكر فقط. يعني ليس هناك فروض في سنة النبي هكذا فروض أخرى، لا، بل هذه هي. ثلثان نصف ربع ثمن ثلث سدس. ثلثان لمن؟ فرض أربعة، لاثنين فأكثر من بنت وبنت ابن. لو كان للميت أكثر من بنت، يعني بنتان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة هكذا أو عشرة هكذا، إما بنت أو بنت ابن، فإذا يكون عليهن ثلثان. وأخت لأبوين، أربعة من هذا أكثر من بنت، ثم أكثر من بنت ابن، ثم أكثر من أخت لأبوين أو لأبن. فإذا هذه أربعة، أكثر من بنت هذا بنت الصلب، ثم بنت ابن هذا ثاني، أكثر من بنت ابن، ثم أكثر من أخت لأبوين هذا ثالث، أكثر من أخت لأبن. إذن هنا في كل هذه المراتب يعتبر التعدد، يعني لو كان واحدة واحدة بنت فقط أو بنت ابن فقط أو أخت فقط أو أخت لأبوين فقط أو أخت لأبي فقط، فنصيبها يعني فرضها نصف نصف، لا يعني ثلث ثلث، نعم فرضها لو كانت واحدة فرضها نصف. نعم كما سيد. نعم نصف نصف. نعم كما سيد نصف. لو تعدد فثلثان هكذا يزيد بالسدس. نعم بند بند ابن اخت لابوين او لاب، اخت لام ليس، يعني اخت لام ليس من اصحاب الفروض، ليس من الوارثين، بل هي من يعني ذوي الارحام كما سبق. ثم وعسب كلا اخ ساوى، يعني وهذه البنات او يعني الاخوات، بنت او بنت ابن او اخت لابوين او اخت لابي، لا يكن
أصحاب الفروض في جميع الحالات بل في بعض الحالات هن من أصحاب الفروض في بعض الحالات هن من العصبات هذا الذي أشار بقوله وعصب كلا أخ سوا وعصب الأخريين الأوليان عصب كلا من البنت وبنت الابن والأخت الأبوين أولي أبين يعني أربعة أخ سوا لها أخ سوا له أو لها عندكم النسخة كيف؟ عندي في صلب الكتاب له لكن هذا خطأ هناك صحيح لها أخ سوا لها في الرتبة والإدلاء وهذه المساواة تعتبر في أمرين في الرتبة وفي الإدلاء الإدلاء معنى الإدلاء يعني القرب للميت فإذا في الرتبة وكذلك في الإدلاء للميت فلا يعصب ابن لابن البنت لماذا اختلفت الرتبة هذا البنت يعني من الصلب ابن لابن نزل يعني مرتبة ولا ابن ابن لابن بنت ابن بينهما ايضا تفاوت لذلك ما لا يكون هناك تعصيب ما معنى التعصيب او العصبة أن يأخذوا جميع التركة أو ما بقي من التركة من أنصباء أصحاب الفروض يأخذوا تماما ما يبقى إما يأخذوا مثلا هذا ميت له ابن واحد فقط أو ابن وبنت فقط فإذا فهذا الابن وهذا الابن والبنت يأخذوا جميع هذه التركة بالقسمة بينهما هذا يقال له تعصيب أما الزوج أو الزوجة لا يأخذ هكذا مثلا أو بنت واحد واحدة لا تأخذ هكذا مثلا بنت واحدة يعني مقدارها النصف فقط أو البنتان يعني ثلثان فقط والباقي يبقى فكذلك الزوج أو الزوج والزوجة إما يأخذ الربع أو النصف أو الثمن هكذا فقط لا يأخذ بالتعصيب أيضا لا يستغرق لا يأخذ المال تماما في حالة من الحالات وهنا لعدم المساواة ولا ابن ابن لابن بنت ابن لعدم المساواة في الرتبة تفاوت الرتبة فهذا ابن نزل لذلك مرتبة ولا يعصب الأخو لأبوين الأخت لأب وهنا في المرتبة ليس تفاوت لماذا هناك في الأخت والأخ يوجد الأخوة الأخ لأبوين الأخت لأب ولا الأخ لأب الأخت لأبوين لماذا لعدم المساواة في الإدلاء يعني في القرب للميت الأخو لأبوين أقرب من الميت ممن من الأخت لأب وكذلك الأخو لأب هو أبعد من الأخت لأبوين لأجل ذلك ليس هناك مساواة في الإدلاء وإن تساويا في الرتبة يعني هما متساويان في الرتبة لماذا؟ هذه أخوة أخوة في مرتبة واحدة فقط نعم ماذا سألت؟ نعم يحجب يحجب هذا مسألة على حجب أمر آخر هذا سيأتي مسألة الحجب فإذا هذا لا يعصب بل يحجبنا هذا معنى عدم التعصيب التعصيب يعني لو كان هناك تعصيب يكون للذكر مثل حل الأنثيين مثلا
هنا ذكر أولا لا يعصب ابن الابن البنت، فإذا مقابله يعصب الابن البنت. في هذا المثال الأول لا يعصب ابن الابن البنت لعدم المساواة، نعم. فإذا هنا نفرض المساواة الابن والبنت، فإذا لو كان للميت بنت واحدة ففرضها نصف، لكن للميت ابن أيضا فهذا الابن يعصب البنت، معناه يكون لهذه البنت نصف ما يكون للابن، يعني المال والتركة يقسم أثلاثا، ثلثان للابن وثلث للبنت، هذا معنى التعصيب وعدم التعصيب. فهمتم؟ نعم. ثم عند عدم التعصيب يأتي هناك حجب، هذا من جانب آخر، ليس معنى عدم التعصيب الحجب، الحجب أمر آخر، عدم التعصيب أمر آخر. فهمتم؟ نعم. ثم وعصب الأخريين الأوليين، يعني الأخت لأبويه أو الأب، هذا أخريين، الأوليان هما البنت وبنت الابن، والمعنى أن الأخت لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الابن تكون عصبة، تكون عصبة معناه فتسقط أخت لأبوين أو لأب اجتمعت مع بنت أو بنت ابن أخ لأبن كما يسقط الأخ الأخ لأبن. نعم. وهذا بيان يعني الإسقاط. نعم. والمعنى أن الأخت لأبوين، الأخت لأبوين من الأخريين، أو يعني أخت لأبن مع البنت أو بنت الابن، هذا بنت بنت الابن أولى، يعني تكون عصبة، يعني الأخت لأبوين تكون عصبة. ما معنى تكون عصبة؟ فتسقط الأخت لأبوين أو لأبن إذا اجتمعت مع بنت أو بنت ابن، فإذا للميت بنت أو أخت لأبوين هكذا، أو بنت ابن أو أخت لأبوين هكذا. فإذا هذه يعني أخت لأبوين تسقط أخت لأبوين أو لأبن اجتمعت مع بنت وبنت ابن، لمن تسقط؟ تسقط أخا لأبن، تسقط أخا لأبن كما يسقط الأخ يعني أخ لأبوين الأخ لأبن، هذا معنى التعصيب. نعم. كما يسقط الأخ لأبوين الأخ لأبن، فإذا لو كان للميت أخ لأبوين وأخ لأبن، أخ الأخ لأبوين يسقط الأخ لأبن، فلا يكون للأخ لأبن ترث بسبب وجود الأخ لأبوين، كذلك بسبب وجود أخت لأبوين مع بنت أو بنت ابن لا يسقط، لا يكون للأخ لأب ايرث. نعم. هذا هو بسبب التعصيب. نعم. ثم بعده ونصف، فإذا بين لمن يكون هذا الثلثان، ثم يبين لمن يكون النصف ونصف فرض خمسة لهن منفردات، لهن يعني لهذه الأربعة، لمن ذكرنا حال كونهن منفردات، لكن لو كنا متعددات يكون لهن ثلثان ثلثان، إذا لو كانت منفردات يعني بنت فقط لأبوي، نعم بنت فقط أو بنت ابن فقط أو أخت فقط أو أخت
അലിയാബിൻ ഫഖദ് എന്തെയ്തൻ യക്കൂനു ലഹ യക്കൂനു ലഹ നിസ്ഫുൽ തരിക്കത്ത് നിസ്ഫുൽ തരിക്കത്ത് മുൻഫരിദാത്തിൻ അമ്മൻ അൻ അഖവാത്തിഹിന്ന വാൻ മുഅസ്സിബീഹിന്ന അൻ അഖവാത്തിഹിന്ന വാൻ മുഅസ്സിബീഹിന്ന മുഅസ്സിബ ദക്കർന അസബ അൽഖറയൈനി അൽഉലയാനി നഅം ولزوج ليس لزوجته فرع ليس لزوجته فرع وارث ذكرا كان او انثى هذا ذكر هنا ليس لزوجته فرع لم يذكر يعني من هذا الميت بل اما يكون هذا الفرع وهذا الولد او ولد الولد من زوج اخر او من وطئ شبهة او من زينن ايًا كان انظر الولدة هذه المرأة ولدا هذا ليس لزوجته يعني عند موته موت الميت انظر هل لها ولد او ليس لها ولد لو كانت لها ولد فرضها اخر لو لم يكن لها ولد فللزوج نصف النار ذكر هنا يعني ولو من زنا هذا ذكر في سبت المعرضين وفرع وارث وارث وولد الابن كولد الصلب في حجب الزوج من النصف الى الربع نعم اجماع فرع وارث يعني ولد او ولد ولد ايا كان ذكرا كان او ثم وربع فاذا هذا تم خمسه ثم الفرض الثالث ربع فرض اثنين اثنين فقط لمن له اي للزوج معه يعني مع فرعها لو كان لهذه الزوجة الميتة هي التي ماتت لو كان لها فرع حي فلزوجها ربع فقط ثم وربع لها يعني لو كان الميت زوجي فيكون لزوجتها ربع متى دونه أي لزوجة فأكثر ممكن يكون التعدد في الزوجة لا يكون التعدد في الزوج لماذا يعتبر زوجها عند موتها إذا يكون لها زوج واحد فقط أما في الزوجة يمكن التعدد إذن هذا لو كانت الزوجة منفردة أو متعددة يكون لها هذا الربع فقط متى فأكثر دونه أي دون فرع له دون فرع للزوج الميت وثمن وثمن لها يعني ثمن فرض واحد فقط هذا ثمن للزوجة معه أي مع فرع لزوجها والزوج ميت نعم ثم وثلث فرض اثنين لأم ليس لميتها فرع وارث ولا عدد اثنان فأكثر من نخوة ذكرا كان أو أنثى ولولديها أي ولدي أم فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى نعم ثم فرض اثنين ثلث لمن؟ لأم ليس لميتها فرع وارث لو لم ثم هنا سيأتي قيد فعلى الأم يكون لها سدس متى لو كان ما لو كانت مع أحد الزوجين والأبي لو كانت الأم مع أحد الزوجين والأبي يعني أبي الميت يكون لها سدس فقط لا يكون لها ثلث كما سيأتي فإذا هذا ثلث للأم مقيد إذا لم تكن مع أحد الزوجين والأبي ثلث فإلا يكون لها سدس كما سيأتي ليس لميتها فرع وارث ثلث ثم ولا عدد اثنان فأكثر من إخوة ذكرا كان أو أنثى فلهذه الأم ثلث ثم ولولديها
أي ولدي أم فأكثر. ولديها معناه يعني أخ لأم أو أخت لأم، هذا معناه. ولديها، ولدي يدخل فيه الذكر والأنثى. ثم ولد أم الميت من يكون؟ ولد أم الميت إما يكون أخ لأم أو أخت لأم. نعم، هذا الذي قال ولدي الميت. فإذا هناك يجب التعدد، ذكر ولدي أمي. لو كان ولد فقط لا يكون ثلث. نعم، فأكثر. ثم عادة يعني يكون للذكر مثل حل الأنثيين، لكن هذا مخالف له، هنا يكون سواء. فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى. نعم، في الثلثان، ألا في الثلث، في الثلث مثلا لو كان هكذا للأم ابن وبنت، فإذا ألا يأخذان ثلاثا بل يأخذان نصفا نصفا. وسدس فرض سبعة، من هم؟ لأب وجد لميتيهما، لميتهما فرع وارث. هذا سدس. وأم لميتهما ذلك أو عدد من إخوة وأخوات اثنان فأكثر. هذا الذي ذكرت، يعني الأم يكون لها ثلث متى ليس لميتها فرع وارث ولا عدد من إخوة. فإذا لو كان للميت عدد من الإخوة أو فرع وارث يكون لها سدس فقط. هذا الذي قال أم لميتها ذلك، ذلك يعني فرع وارث. أو عدد من إخوة وأخوات اثنان فأكثر. ثم وجدة، فرض الجدة السدس. هذا جدة من هي؟ أم أب وأم أم. جدة أم أب وأم أم. وإن على التاء سواء كان معها ولد أو أم لا. في الجدة لا يعتبر وجود الولد أو يعني عدم الولد بخلاف الأم. لو كان للميت فرع وارث يكون للأم سدس، لو لم يكن كذا كذا فللأم يكون ثلث، هكذا يختلف فرض الأم. أما فرض الجدة لا يختلف، هذا أبدا سدس. لأن هذا إن لم لا أم لا، هذا إن لم تدل بذكر بين اثنين فإن أدلت به كأم أبي أم لم ترث بخصوص القرابة لأنها من ذوي الأرحام. الجدة أنا قلت يعني هذا أم أم أو أم أبي، فإذا أم 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 أم، كذلك أم أبي 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 أبي، هذا أيضا جدة. لكن لو تخلل ذكر لا يكون. يقال له عدلت بوارث، الجدة لو قربت من البيت بوارث ترث الجدة وإلا لا ترث الجدة. فهذا الذي ذكر هنا سواء كان مع ولد أم لا، هذا هذا معناه كون يعني فرلها السدس. متى يكون؟ إن لم تدل بذكر، يعني إن لم تقرب بذكر بين أنثيين. مثلا على أم الجدة أم أم أب، لا أم 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 أبي أم. نعم، مثال يأتي في الكتاب. نعم، إن لم تدل بذكر بين أنثيين فإن عدلت به كأم أبي أم لم ترث بخصوص القرابة. أم أبي أم، هذا الأب ليس وارثا، هذا الأب ليس وارثا بل هو من ذوي الأرحام، كذلك هذا أم أيضا من ذوي الأرحام ليس، لماذا؟ تخلل بينهما أب. نعم،
لم ترد بخصوص القرابة بل من ذوي الأرحام لأنها من ذوي الأرحام فإذا لو كان الإرث لذوي الأرحام هي ترث وإلا لا ترث. ثم وبنتي ابن سدس فرضه أيضا فرضها أيضا بنتي ابن وإن سفل فأكثر مع بنت وبنتي ابن أعلى منها ثم وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين وواحد من ولد أم ذكرا كان أو غيره يكون السدس لأخت فأكثر مع لأب مع أخت لأبوين فإذا للميت أخت لأب وأخت لأبوين فيكون لأخت لأب السدس لأخت لأبوين النصف هكذا ثم وواحد من ولد أم يكون السدس لواحد من ولد أم واحد من ولد أم يعني أخ لأم أو أخت لأم هذا محترز قوله يعني فيما مضى ولولديها ولدي الأم فأكثر يكون ثلث فإذا لو كان ولد لأم فقط يكون سدس نعم ذكرا كان وغيره وثلث باق لأم مع أحد الزوجين وابن هذا ثلث باق بعد فرض الزوج أو الزوجة لأم هذا ثلث الباقي لا يكون الثلث ثلث التركة هذا كما سيأتي هذا الذي أنا قلت فيما مضى يعني عندما ذكرت للأم الثلث أنا ذكرت قيدا هناك إن لم تكن مع أحد الزوجين والأبي فقط لو كان مع لو كانت الأم مع أحد الزوجين والأبي لا يكون لها ثلث هذا هو الصورة هذه بل ثلث باق نعم بعد فرض الزوج أو الزوجة لأم مع أحد الزوجين وأب أبن يعني ليس الجد بل الأبونا لو كان الجد بدل الأبي يكون لها يعني ثلث لا ثلث الجميع يعني ثلث باقي لا ثلث الجميع لماذا هكذا ليأخذ الأب مثل ما تأخذه الأم لإجراء القاعدة العامة للذكر مثل حظ الأنثيين نعم لذلك فإذا لو كانت لها ثلث الباقي يكون ما يأخذ الأب ضعف ما تأخذ الأم نعم فإن كانت مع زوج واب فالمسألة من ستة للزوج ثلاثة وللأبي اثنان وللأم واحد لماذا للزوج ثلاثة هذا للزوج نصف لأنه ليس للميت فرع وارث لو لم يكن للميت فرع وارث فللزوج النصف فإذا تقسم الطريقة على ستة أقسام ثم ثلاثة نعم فإذا في هذه الصورة تكون للأم سدس لماذا؟ لأن يأخذ الأب مثل ما تأخذه الأم فإن كانت مع زوج وأب فالمسألة يعني مسألة أصلية من ستة ليس للميت هؤلاء فقط ميت يعني امرأة فزوجها حي وأبوها حي وأمها حي هذه ثلاثة مسألة من ستة للزوج ثلاثة يعني هذا النصف وللأبي اثنان وللأم واحد يعني ثلث الباقي الباقي كم ثلاثة ثلثها للأم والباقي للأب فإن كانت مع الزوجة يعني الميت رجل إذن نعم فزوجته حية فإذا وللميت أب وأم هذه ثلاثة نعم مع زوجة واحدة فالمسألة من أربعة لماذا للزوجة واحد
يعني للزوجة ربع. لماذا؟ ليس للميت فرع وارث، لذلك للزوجة ربع، هذا واحد. وللأم واحد وللأبي اثنان، بعد واحد الأربعة يبقى ثلاثة، فهذا الباقي، ثلاثة باقي، فثلثها للأم ثم اثنان للأبي. ثم واتبقوا فيهما لفظ الثلث، هنا الفقهاء يذكرون ثلث ثلث في الحقيقة، فهذا مثل يعني في السورة الأولى كم للأم سدس للأم، في المثلة الثانية ربع للأم، فإذا وهذه الأم ليست معدودة ممن تحصل على ربع، بل الربع فرض واحد فقط، هكذا ذكر، لا فرض اثنين للزوج والزوجة هكذا، يمكن إدخالها في فرض الربع، وكذلك إدخالها في فرض السدس، لكن في هذه الحالة العلماء يعني الفرليون علماء الفرائض استبقوا طلبوا بقاءها، يعني في المسألتين طلبوا بقاء لفظ الثلث. لماذا؟ محافظة على العدب في موافقة قوله تعالى ووارثه أبواه فلأمه الثلث، أمه الثلث، هكذا قوله تعالى، فإذا في القرآن هكذا لأمه الثلث، فإذا الفقهاء هم متعذبون غاية التعذب مع قوله تعالى أو مع عبارة القرآن، يعني كلمة القرآن فيه الثلث، فإذا هم أبقوا الثلث، فهذا الثلث كيف يأتي بهذا القيد صحيح، يعني لو كان باقيا ثلث باقي بعد فرض الزوج أو الزوجة هذا صحيح، فإذا لا حاجة إلى أن يذهبوا إلى فرض الربع أو إلى فرض السدس، نعم. وإلا فما تأخذه الأم في الأولى سدس وفي الثانية ربع، نعم. هكذا علماؤنا وأسلافنا متأدبون غاية التأدب مع يعني كلمة أو عبارة القرآن، تعبير القرآن مع قوله تعالى، نعم. ثم بعده مسألة الحجب، نعم، نوقف هنا نقرأ باقي هذا، نعم إن شاء الله نقرأ باقي هذا، نعم. جزاك الله خيرا شيخنا. نعم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما أنسينا، وما أنفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا، وأعطنا اللهم حلما وفضيلا، وعلمنا لوجهك الكريم. اللهم يسر لنا أمورنا وأمرنا لنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. إنا نسألك الاستقامة وحسن الخلق وحسن الخاتمة الكريم. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من الأكل والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء، وعضال الداء، وخيبة الرجاء، وزوال النعمة، وفجاءة النقمة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام والجبلد والطاعون ومن سيء الأسقام. اللهم ارفع هذا الوباء عنا وعن سائر المسلمين وعن سائر عبادك وخلقك أجمعين. اللهم احفظنا وإياهم من كل بلاء، من
كل البلاء والوباء والغلاء والقحط والزلزلة والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. جزاكم كيف حالكم؟ كيف يعني كيف دار الإفراح؟ الحمد لله جزاك الله خير شيخنا. إن شاء الله نلتقي غدا. إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خير شيخنا. جزاكم الله جزاكم الله. تقبل الله منا ومنكم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.